صباح واهلا وسهلا على القناه. اليوم بتحدث معكم عن الهواتف الجديده اللي طلعتها شركه شاومي للجلوبال ماركت. عم بتحدث عن الشاومي 12 12 برو و12 اكس. كل هاتف منهم هالهواتف اللي حتحدث عنكم حيكون عنده خبره خصوصيه فيه، حنتحدث فيها وحنتحدث عن المميزات الخصوصيه فيهم. بس مش بس هيك، بدي اتحدث معكم واشارككم انا بالمميزات اللي انا معجب فيها خاصه بهالهواتف الثلاثه اللي نزلتهم شركه شاومي. يلا انا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس اللي الاشتراك. خلينا نتحدث عن الشاومي 12 12 برو و12 اكس. عملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديدة. يلا قدامنا الهواتف اثنيناتهم، عندنا 12 برو وعندنا 12 اكس موجود هون على الشمال، ما بعتوا ال 12 عادي، بس الحلاوة فيها انه حجمه للتليفون 12 اكس نفس هو الحجم تبع 12 العادي، وال 12 برو بيكون اكبر منه شوي. الشاشة الموجودة عندنا هون 6.73 و 12 و 12 اكس اثنيناتهم على 6.2 2.8، يعني تقريبا 6.3. الحاسوب الموجود على 12 برو و12 حيكون 8 جن 1 موجود منه لشركة كوالكوم، وهون على 12 اكس اللي موجود الارخص شيء من ثلاثة من هالتليفونات حيكون عندنا سناب دراجون 870، معناته هذا بيكون مثل 865 من كم سنة بس بيضلوا مجددينه ل 2022. الشغلة الثانية اللي لازم نعرفها كمان انه البطارية الموجودة هون 4600 ملي امبير بدل ما تكون 12 و12 اكس، اثنيناتهم عندنا 4500 ملي امبير. الحلاوة فيها هون نقدر نشارجه لهالتليفون بسرعة ال 120 واط مع الشاحن اللي بيجي بقلب العلبة، وهدول الاثنين 12 اكس و12 العادي رغم انه البطارية اصغر بشوي الشاحن تبعهم بيكون 67 واط برضه موجود بقلب العلبة. هي شغلة كتير حلوة، ومثل العادة بنشوف نحن عادة ان شركة شاومي بتعطينا الاغطية كمان بيكونوا سي ثرو، فينا نحطهم على التليفون ويخلينا نقدر نستمتع بلونه للتليفون من غير ما نأذيه للتليفون، نقدر نحميه بالغطاء. هلا الكاميرات الموجودة ورا كمان في فرق بيناتهم، التليفون على 12 برو حيكون عندنا نحن ثلاث كاميرات 50 ميجا بكسل الأساسية الالترا وايد والتليفوتو. هلا على 12 و12 اكس اثنيناتهم عندهم 50 ميجا بكسل للكاميرا الأساسية، عندنا 18 ميجا بكسل و13 ميجا بكسل للالترا وايد، و5 ميجا بكسل حتكون التليفوتو ماكرو الموجود عليها للكاميرا. وكانون كلهم ثلاث تليفونات ثلاثتهم عندهم كاميرا واحدة موجودة بالنص مثل ما نشوفها لفوق، هتكون 32 ميجا بكسل تعطينا الكاميرا نقدر نستعمل ال 1080p 60 من وراء، 4K و8K موجودة على كل التليفونات الموجودة، بس هون على ال 12 على 12 برو بنقدر نستعمل ال 4K 60 على كل اللمزات الموجودة وراء للتليفون. هذه شغلة كتير حلوة بسبب ان الكاميرات الموجودة كلهم ثلاثتهم 50 ميجا بكسل. اخر شيء عن الالوان، في ثلاث الوان موجودين، في عندنا البيج الجراي الموجود عندنا هون، عندنا البيربل، وعندنا كمان الازرق البلو. ثلاثتهم كلهم الاكس والعادي والبرو ثلاثتهم حيكون عندهم نفس الالوان، بنقدر نشوف منهم هدول. انا عندي البيج الجراي عندي هون، وعندنا البيربل موجود لجوا. واخيرا عشان التشحين مثل ما خبركم ال 67 واط موجودين عليهم الاثنيناتهم للاكس والعادي، ومن هون موجود عندنا 120. الشغله الوحيده كمان انه عندنا نحن وايرلس تشارجنج هون وريفرس وايرلس تشارجنج، 50 واط للوايرلس تشارجنج و10 واط للريفرس. على 12 اكس بس عندنا نحن الواير تشارجنج ما عندنا وايرلس، على 12 العادي عندنا 67 وايرلس 67 بالشريط 50 وايرلس و10 واط ريفرس مثل ما بنشوفه هون موجودين كلهم حلوه. سو على القليله بنشوف كل القوه موجوده فيه للتليفونات وموجوده حلوه كثير. مثل ما خبركم الشاشه هون كثير حلوه، الكيو اتش دي ريزولوشن العاليه على موجوده عليها كمان، و120 هرتز. 12 و12 اكس اثنيناتهم حيكونوا على 120 هرتز بس عليهم 1080p، مالنا الفول مالنا الكيو اتش دي مثل ما بنشوفها هون. عندنا الجوجل فيد موجود للشمال، هذا 100 واط 13 موجود عليه على اندرويد 12، هون على ال 12 اكس موجود عليه بس موجود الاندرويد 11 مع 100 واط 13. ان شاء الله بنشوف كمان بالقريب نقدر نشوف يمكن اندرويد 12 يجي عليه مع ال 100 واط. اهم شيء كمان بنقدر نشوف هون بنسحب من فوق عندنا كل التطبيقات، بنسحب من فوق لتحت عندنا النوتيفيكيشن، عندنا التوجلز موجودين على اليمين فينا نفتحهم ونشوف عده شغلات نقدر نظبطها مثل ما كنا شايفينه من قبل من 100 واط من شركه شاومي. تحت السيتنجز بنقدر نفوت على الحساب تبعنا، مثل ما قلت لكم هذا ال 100 واي 13 موجود عليه 13.0.10 الجلوبال رام الموجود عليه مش التليفون تبع الصين. عندي انا 256 جيجا بايت للذاكره موجود عليه للتليفون، وكمان عندي انا 12 جيجا بايت رام موجود عليه هالموديل اللي عندي، بس مثل ما قلت لكم في موديلات ثانيه بتقدر تجيبوها للسيستم تبعكم. اندرويد 12 السكيورتي ابديت موجود عليه للاول جانيوري ب 2022. عندنا كل النظامات اللي شايفينها من قبل مثل ما بنعرف على تحت الديسبلاي. 12 برو بيقدر يخلينا نقدر نغير من الفول اتش دي للدبليو كيو اتش دي، وكمان نقدر نغير من 120 هرتز تحت لنوصل يا اما 60 يا اما 90 مثل ما بدكم تقدر تظبطوها، يمكن تحطوها كمان اوتوماتيك اذا بدكم توفروا شويه بطاريه. عندنا مثل ما قلت لكم الاي اي انجن هون بنقدر نشوف نظبط الصور. تحت الصوت هون السماعات الموجودين عليهم لكل التليفونات 12 12 برو و12 الاكس كلهم عندهم معمولين الصوت من الهارمن كاردن بيظبط الصوت تبعهم للسماعات، بس
الدولبي اتمتس اللي بتقدر تعطينا الصوت الايكولايزر الموجود عليه للتليفون. سو اذا بنفوت تحت الساوند افكتس بنشوف دولبي اتمتس، بنعمل الدايناميك، عندنا كمان الجرافيك ايكولايزر، فينا كمان نثبت اذا عم نستعمل سماعات على الشريط نقدر نمشي مظبوط. كل الشغلات الموجوده هون. البرو عنده المفروض يكون عنده اربع سماعات، عبر ما تكون 12 اكس و12 العاديه بيكون اثنيناتهم عندهم سماعتين سبيكر، معناتها ستيريو، وهون عندنا 4 كواد ستيريو سبيكرز موجودين عليه لل 12 برو. تحت الاديشنال سيتنجز بنقدر نشوف ان عندنا اختيارات زياده كمان موجوده، الشورت جستر شورت كات للكويك بول، سكرين ريكوردر 100 مود، اكسسبيليتي، الميموري اكستنشن بتقدر تساعدنا نقدر ناخذ 3 جيجا بايت من الذاكره تاعته للتليفون لنعطيها للرام، معناتها بيكون يقدر يمشي مثل كانه عنده 15 جيجا بايت، مع انه مزبوط هو بيكون 12 بيضل مثل ما هو عادي. اخر شيء كمان، اذا عندكم اي اشكال بالكوست تاتشنج الموجودين على الاطراف وللتليفون بسبب انه هالتليفون عنده كيرف ايدج مثل ما بتشوفوا كلهم، حتى 12 اكس عنده نفس الشيء، انه بيجي بيطعج من قدام بيطعج من ورا، في كتير ناس بيكونوا ماسكين التليفون ويبلش يعمل عليهم التاتش هون، بيسموها جوست تاتشنج لما نكون عم نستعمله للتليفون. هيك فينا نظبطها. شغله ثانيه كمان، لما بنشوف عندنا الفوليوم راكر والباور باتن موجودين على اليمين، لفوق عندنا الاي ار بلاستر لساطير التلفزيون، ميكروفون، سماعتين من السماعات الموجودين عليهم، لتحت سماعات التانية الموجودة، وكمان عنا الـ USB-C للديتا ونتسمع على السماعات، ميكروفون كمان للكاميرات، والدول سيم كارد موجودين هوني. هلا اللي عجبني فيه كتير كمان للتليفون بأمريكا، أنا عم بستعمله عم يمشي معي على الجوجل فاي، عم بيعطيني 5G كمان للتليفون. هون فينا نظبط الاختيارات مثل ما بدنا، بنعملها بيج، بنعملها سمول، فينا كمان نعملها كاستم لنعمل عليها الكنسليشن. الديفولت تبعيتها أنا بالنسبة لي ماشي مزبوط، وما عندي إشكال إطلاقا. غير هيك كمان فيكم تنزلوا الحساب تبعكم تبع الشاومي وكمان تبع الجوجل اكاونت، لانه هذا الجلوبال، عندنا كمان الجوجل بلاي سيرفيسز فينا نستعمله. هلا خلينا نتحدث شوي عن قوته لهالحاسوب الموجود هون، 800 جن 1 الموجود عليه لل 12 برو وال 12 العادي، 12 الاكس الموجود لتحت هونيك عندنا 870 مثل ال 865 من شي كم سنه، بس معمول عليه شويه اوفر كلوك. لما بنعمل عليه النتيجه عليه لهالتليفون بنشوف انه بيطلع لنا 1250 على السنجل كور و3793 على المالتي كور، منه كثير تعيس بس بيمشي مزبوط مثل ما بنعرف نحن ال 8 جن 1 احسن حاسوب موجود من شركه كوالكوم. هلا شغله ثانيه كمان لما بنشوف عليها لما بنستعمل عن السرعه، مثل ما قلت لكم اجتني 5G بامريكا، مثل ما عم تشوفوا هون السرعه تاعتنا عندنا 5G 172 كان اقوى شيء نقدر نزلته على 40 تقريبا للتطليع، يعني كثير منيح وبتمشي مزبوط لنا امتى ما بدنا نستعملها. منزل كمان النتفليكس، نزلت الالعاب مثل ما عم نشوف الاسفلت 9 الببج موبايل، كمان نزلت اندرد هوردز لالين ايزوليشن، ومثل ما بنشوف هون كمان عندنا الجنشن امباكت، انا نشوف شوي الالعاب عليهم. هلا الشاشه هون كمان بيكون كتير حلو نقدر نستمتع فيها كمان لنتفرج على الفيديوهات، الحلاوه فيها بتقدروا تظبطوا عده شغلات، عندنا الاختيارات لنعمل هالمنيو الموجود الصغير هون لليمين، فينا نتفرج، الريفرش ريت تبعها كتير حلو 120 هرتز على دبليو كيو اتش دي، وفيكم تستمتعوا فيها كتير خاصه لما بنعمل ريفرش. هلا هون عم نمشي نحن، عملت الريفرش ما في اي اشكال، ماشي مزبوطة، بنسحب هون على الشمال نقدر نفتح، لما تعمل اللودينج بيكون ماشي هيك، بس غير هيك بتمشي مزبوط لنا. بتقدروا تنزلوا اي تطبيق بدكم اياه، الجوجل بلاي ستور موجود عليه للتليفون، وكل شيء مزبوط مثل العاده. الكاميرات الموجوده هون مثل ما خبرتكم احسن كاميرا بتجي على التليفون هون على ال 8 جن 1، الكاميرات الموجوده 32 قدام وثلاثتهم موجودين ورا 50 ميجا بكسل عليه لهالتليفون. معناته لما بنفوت على الفيديو فينا نسجل 4K و 60 فريمز بير سكند على ثلاث لمزات، على الالترا وايد، على العاديه، وحتى على التليفوتو، رغم انه بيناتهم الالوان بتتغير شوي لما بنغير بين الكاميرات، بس على القليل نقدر نصور 4K 60 عليهم كلهم. ال 8K بتجي بس على الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا ال 50 على 24 فريمز بير سكند، عشان هيك بنصحكم اذا بدكم تستعملوها استعملوا 4K 60 على احسن كاميرات موجوده ورا. لقدام ما عندنا الا 1080p 60 فريم، ما بعرف ليه رغم انه عندنا الكاميرا 32 ميجا بكسل، بس على القليل بتمشي مثل ما بنعرفها مثل هذا، كل شيء حتمشي مزبوط. خليني اعطيكم هلا مسطره على الكاميرات الموجوده قدام وورا على الشاومي 12 برو. حنبلش اول شيء بالكاميرا الاساسيه الموجوده قدام، هذا هو ال 12 برو من شاومي. الكاميرا هون بتقدر تعطينا 1080p 60 فريم بير سكند احسن شيء، كل تليفونات شاومي بتعمل هالشيء، ومنيتي انا ان شاء الله بالمستقبل نقدر نشوف 4K ولا حتى 8K من الكاميرات الموجوده هون. خلينا نقول بهذا على الكاميرات الموجوده ورا، احسن كاميرات موجودين على التليفون، حنسجل بال 4K 60 رغم انه فينا نعمل 8K عليهم. هلا قربنا على الكاميرات الموجوده ورا، ثلاثتهم 50 ميجا بكسل كاميرات موجودين ورا، الحلاوه فيها انه فينا نسجل بال 4K 60 من اي لمزه موجوده ورا. 8K عاملينها بس للكاميرا الاساسيه الموجوده هناك، بس بالالترا وايد مثل عم نستعملها هلا فينا نسجل فيها ونستمتع بالصوت والصوره اللي بيجي منه لهالتليفون. هيدي الحلاوه فيها، بيعطونا عده كاميرات لنقدر نستعملهم، وكلهم كاميرات قويين، مش بس الكاميرا الاساسيه بتضلها ماشي منيح.
4K 60 على الشاومي 12 برو. مثل ما شفتوا الصوت والصوره حيمشوا كتير كتير منيح. الشغله اللي لازم نعرفها انه عليه لل 12 اكس و 12 العادي رغم انه ما عندنا ال 4K 60 على الالترا وايد فينا نسجل 4K 30 عليه على الكاميرا الموجوده ورا بتضل احسن من الموجوده قدام، بس على اللي بتعرفوا 13 ميجا بكسل ما بتعطيكم 4K 60 عليه لهالتليفون، ال 50 عليه لهيدا هون بتمشي مزبوط كلهم مثل ما عم تشوفوا الفيديوهات تاعيتي كلها موجوده لفوق. هلا حنلعب موسيقى هون غنيه اليكس كريندو جامبو من ان سي اس ريليس، حنعمل الفوليوم عليه للتليفون اثنيناتهم 100% حتى نقدر نعرف مقارنه بين 12 و 12 اكس و 12 برو، اذا بتفضلوا انتم اي واحد فيهم حيعطيكم احسن صوت. سو على الاقل حنبلش اول شيء بالبرو. صوت منيح ما في اشكال 100% مثل ما قلت لكم هارمن كاردن بيمشي عليه دولبي اتموس. رغم ان الصوت كان اعلى شوي موجود هون وعلينا بنقدر نسمع على البيس هون، اثنيناتهم حيشتغلوا كتير منيح لكم. رغم انه عندنا نحن اربع سماعات هون وسماعتين، في فرق شوي بالخبره تاعت الصوت، بس اثنيناتهم حيكونوا منيح للمكالمات، لنستمتع على الفيديوهات وكل هالشغلات، حتمشي مزبوط ما فيكون في اي اشكال عليهم. هلا خلينا نتحدث شوي عن الالعاب. هلا انا اول شيء بقول لكم انه نزلت الالعاب على التليفون الجديد لل 12 برو لانه هذا ال 12 و 12 برو اثنيناتهم عندهم 8 جن 1 حتى نقدر نستمتع فيهم. نزلت مثل ما قلت لكم الاسفلت نايت البوب جي كل هالشغلات نزلتها مزبوط. في عنا كمان النظام تبع الجيم توربو اللي بيساعدنا نقدر نظبط الامكانيات تاعته لهالتليفون ونشوف قد ايه نظبط الالعاب عليه لهالتليفون. فوتوا على السيتنجز تاعته، فيكم تيجوا لتحت كمان تحت الاديشنال سيتنجز فيكم تظبطوا الاختيارات على كل لعبه لوحدها. مثلا اذا بفوت على كول اوف ديوتي فيني ظبط عليها وظبط الالوان تاعتها الانهانس فيجوالز تاعتها، فيها كمان نظبط التاتش ريسبونسيفنس. رغم انه هيدا عنده 120 هرتز عندنا 480 تاتش ريسبونسيفنس عليها على الشاشه، معناته التاتش ريسبونس المفروض يكون كثير منيح لما بنلعب العاب. هيدي شغله مهمه لما بدنا نلعب العاب لمده طويله. هلا خليني افرجيكم مسطره عن البوب جي موبايل الكول اوف ديوتي موبايل والجنشن امباكت. Back up! Contact with enemy! Enemy down! Reloading! Cover me! Watch out! Grenade! Target's in sight! Enemy contact! Need back up! Contact with enemy! Headshot! Missile awaiting orders. Enemy down! مثل ما شفتوا الالعاب ما حيكون في اي اشكال. هلا الشغله الوحيده بدنا نتحدث فيها كمان
مثل ما شفنا السنة الماضية بالحاسوب تبع 888 من شركة كوالكوم، الـ 8 جن 1 عنده نفس الإشكال. الحرارة تيته بتطلع شوي لما بنلعب عليه ألعاب مدة طويلة، بس على القليل بتعرفوا إنه على التليفون عم يطلع الحرارة منه. عشان هيك نصيحتي لكم، إذا عم تستعملوا هالتليفون، استعملوا الغطاء اللي بيجي بقلب العلبة، بيعطوكم أغطية ببلاش، استعملوها، بتساعدكم شوي بالحرارة حتى ما تضل الحرارة واقفة على أصابعكم من ورا. لما كنت عم بلعب جنشن امباكت على السيستم على الجرافيكس على 100% 60 فريمز بير سكند، التليفون صار تقريبا حرارته مثل 44 45 درجه سلسيوس، يعني انت بامريكا هون تقريبا 110 هيك على الفهرنهايت. هيدا حتكون يعني حراره حتقدر تعرفوا انه التليفون بيحمى، وما عندي كان اشكال لما لعبت ببجي جي والكول اوف ديوتي لمده ساعه ساعه ونص، التليفون مشي ما في اشكال. الجنشن امباكت خصوصيا كلعبه ما بعرف ليه بتضلها تحمي كل التليفونات اللي بتمشي عليها، وقليل قليل ما نقدر نلاقي تليفونات خاصه من السنه الماضيه لهلا انه ما بتحمى التليفون اللي ما عم تستعملوها. لعبت انا اللعبه تقريبا مشي 10 دقائق نص ساعه 10 دقائق تقريبا هيك 10 الى ربع ساعه، ما كان في اشكال، بس التليفون كان كتير حامي مثل ما عم فرجيكم هون. ده الحراره هيدي بالفهرنهايت، ما تنسوا بدكم تقلبوها للسلسيه لتعرفوا الحراره عندكم بالدول العربيه. الأهم شيء بالنسبة لي أنا بقول، إذا عم تلعبوا ألعاب على هالتليفون ما تستعملوا البرفورمانس مود تعيته للتليفون على الألعاب. كحاسوب 888 و8 جن 1 أقوى بكتير من أي شيء نحن محتاجين نلعب ألعاب بال 2022، هذا شغلة لازم نعرفها، لأنه كنا نقدر نلعب الجنشن إمباكت على 888 على 865 حتى 855 كانت ما في اي اشكال، يعني ما كان ناقصنا الحاسوب هذا لزبطها. عشان هيك بقول بالقلب اللعبه بالنظام تبع الجيم توربو غيروا السيستم من برفورمانس لبالانس، بتقدر تمشي الحاسوب مزبوط والحراره ما بتطلع كتير عاليه. بعرف عم بقول لكم انا ما تستعملوا قوته للتليفون بكله 100%، بس لازم تعرفوا في عنا هذه الشغله ما بعرف ليه من السنه الماضيه لهالسنه برضه موجوده هون، بس على اللي بتعرفوا انه التليفون ما حيكون عنده اشكال اذا بتستعملوه بالريجلاج المزبوط. هلا خلينا نتحدث شوي عن الكاميرات وكيف بيمشي عليهم. الكاميرات الموجودين على التليفون، بالنصيحة مني لألكم، استعملوا الكاميرات الموجودة على ظهره لهالتليفون. الكاميرا الموجودة قدام ما فيها أشكال، فيكم تعملوا فيديو مثل ما شفتوا بيمشي مزبوط، بس لما بناخد صور إذا في وراكم ضوء ولا وراكم بيكون على القليل في ضوء أكتر منكم أنتم، يعني أنتم مغمق عليكم شوية لأنه قاعدين بالفي، التليفون بيعمل احسن امكانياته لقدر يظبط الصوره تاعيتكم، بس بيعملوا اوفر اكسبوز ورا، معناته كل شيء ورانا بصير ابيض وكثير الالوان كثير فاتحه ما بتزبط مزبوط. الكاميرات الموجوده ورا بتشتغل احسن كثير، ومثل ما عم تشوفوا عم فرجيكم هون. الشغله الثانيه، الالوان منها لهالكاميرا اللي عم تاخذوا صور مش فيديو كثير، يعني بسموها الصوره بتكون كثير خضراء، يعني الالوان بتطلع كثير قويه، معناته اذا عم تاخذوا صوره فيها شويه خضار بتطلع التليفون خضراء قوي. معمولة خصوصية مثل كأنكم بدكم تحطوها دغري للسوشيال ميديا حتمشي مزبوط، بس بالنسبة لي الخضار بيكون شوي كتير قوي، استعملوا البرو مود بتضبط الصور تكون أحسن شوي. معجب كتير فينا نستعمل الكاميرا بكل قوتها على الألترا وايد على العادي وعلى التليفوتو موجود عليه لل 12 برو، بس ال 12 العادي ما عندنا الكاميرا الأساسية حتكون 50 ميجا بيكسل، برضو 8K 4K 60، بس ما حيكون 4K 60 على كل اللمزات اللي ورا. عشان هيك فيكم تنقوا انت بيعجبكم فيه كتير، يا اما ال 12 برو بيعطيكم احسن شيء موجود بهلا باول سنه 2022، يا اما فيكم تاخذوا 12 بيمشي مزبوط كمان، و12 اكس ارخص خاصه لانه عم يستعمل الحاسوب 870 من كم سنه، بس برضه ما تنسوا 870 كتير منيح وبيمشي مزبوط. خبروني تحت قولوا لي شو رايكم فيهم لهالتليفونات، هل انتم عم بتفكروا تجيبوهم؟ بالنسبه لي انا كنصيحه، هالتليفون ما معمول لاي حدا اشترى تليفون السنه الماضيه. اذا عندكم تليفون لشاومي 11 ما في سبب انه تفكروا انه تجيبوا هالتليفون، اذا جايين من التليفون العشرة يا اما قبله على التسعة ولا هيك شيء، هذه حتمشيكم احسن بكثير، لانه التجديد اللي موجود هون بيكون قوي كثير، بيكون صار لكم سنتين ما جددتوا التليفون تبعكم بدل ما يكون سنه على السنه، صعب كثير نقدر نشوف هالشغله مزبوطه. عشان الحراره وهيك شغلات بالنسبه لي، اذا عم تستعملوا كنترولر ولا حتستعملوا الغطاء لما تلعبوا حتحسن الخبره، وغير هيك مثل ما قلت لكم ال 12 برو بتقدر تستعملوا 120 شارجر، بتقدر تشارجوا تليفون تقريبا من 0 ل 100% تحت 20 دقيقه، هذه شغله غريبه بس كثير قويه خاصه اذا عم تحاولوا تشارجوا لهالتليفون. سو خبروني تحت قولوا لي شو رايكم، شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك، بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد.